جدد رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشيل عون مواقفه الرافضة تمويل المحكمة الدولية لغياب أي اتفاق قانوني بين لبنان والأمم المتحدة عليها، غامزا من قناة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ليقول إن في موقف كل من يدعو إلى تمويل المحكمة تنازلا عن السيادة. بخيلها في مأزق، أنا ماني فهمين ليش في مأزق، لأن واحد طلع عبالي يقول بدي أدفع، إذا حطوا ليها بالموازنة هلتني بلهم بناء لشو حطينا بالموازنة؟ نين إلهم حق عندي بمجلس الأمن محكمة إلى حق أعطيها أنا مصاري بموجب شو؟ قانونا ما بتمروا، وأصلا بقانون المحكمة حاطين إنه إذا لبنان ما رفع لسبب أو لآخر بيقبلوا المصريات من برا، بدو يتكرموا عندهم مصاري كتير يتفضلوا يعطونا من ميزانية منطقتهم. لبنان لابس كل التاب ومحتشم، وهن اللي عم يعروا بمواقفهم يلي فيها تنازل عن السيادة وتنازل عن القوانين وعن الدستور اللبناني. أنا بوقف وقت بقول ما بدي أدفع بكل فخر، مش إنه ماضي وهربان من تشريف من إني شرف توقيعي. نحن منا ماضيين، وكل كل مال بيفرضوه علينا مثل كانوا عم يدفعونا خوة. عون نفى علمه بأي تعديات جديدة على الأراضي الفلاسة، معربا من جهة أخرى عن عدم رضاه على الأسلوب الذي يتم التعاطي فيه مع الموازنة والملفات المعيشية.